نغيروش. به امين هكا قلت امين ديت نستانس تعجبني. به مؤخرا رضا شرف الدين اكد انه قاعد يحكي معاك باش تاخذ في بوست في جوال. سي رضا اتصل بي صحيح. هذا يعني حاجه تفرح انك يوصل رئيس جمعية خامن فيك. بتتر انا جو سوي انكور جون، اما كي خامن فيك اللي عبد عطي قيمه وقدر. مشيت استمعت له، اعطيته النظره نتاعي، قلت له كل شيء اللي نحب نقوله له اون طونك محب اون طونك لاعب في يوم من الايام. وما نجمش شنو حكيتو من اهم حاجه تحكي له فيها المجالس بالامانات او الحاجه اللي تحكي على الاقل انه الوضع الحالي النجم الرياضي الساحلي شنو هو لافي نتاعك، شنو تشوف باهي انت، شنو هي رؤيتك؟ ماهوش بالمجالس، ما رؤيتي انه الناس الكل لازمها تطيح من رواحها، والناس الكل لازمها تخدم تحط اليد في اليد باش اللي قادر انه باش يقدم الاضافه للنجم الرياضي الساحلي لازمه يطيح البارة شوي. نجمو نشوفوك في الاتوال توا؟ انا راني قلت لهم مسؤول لي. يعني انه باش نتقلب مسؤولية الخطة معناها. مسؤول ما تجيش خاطر احتراما في الناس الكل. انا اليوم سي شكري هو جابك الاتوال، هو صحيتك شوفوا معناها بديك كم شخصك اجلت السؤال طبعا باش تاخذ بلاصتك. جابني ما نجمش انا ندخل في التريتوار مهما يكون. فهمت؟ احتراما في شخصه وفي الشيء اللي عمله، سواء مانيش باش نقيم الخدمه. يلقى في انتقادات كبيره اليوم من جمهور التريتوار. الناس الكل مطالب تحب التغيير، لكن التغيير ما يصير لازم على اسس صحيحه، ولازم فيزيون القدام، ولازم على يعني كي تاخذ ديسيزيون مش جست باش نرضي اكس ولا ايغريك ولا نرضي جماهير، لا لازم النظره القدام وتعرف روحك شنو تحب اليوم. لازم انت سواء راهو نحكي الكلام هذا حتى نقوله للرئيس، سواء كرئيس شنو انت تحب، الناس اللي تحب اللي تعطي في ارائها شنو تحب بالضبط، شنو لي زافي، الناس الكل تقعد على طاوله واحده مع الامان الشامل معناها. لازم مع عوده زيد الجزيري حسين جنايه اي انسان كل انسان قادر انه باش يقدم الاضافه من البوست نتاعو بوركوا با. المدرب امين كان عندك راي فيه؟ لا انا الحاجه الوحيده لا ما عندي حتى دخل فيه وما سمعتش باسمه، لكن الناس الكل الحاجه الوحيده انه كالديرون وقت اتصل تم يعني الاتصال مع كالديرون بوس كان لعبت معه في يعني هو كان المدرب بتاعي في الاتحاد. حاولت اني نحكي معاه خاطر يعني لي كونديسيون تاعو كانوا كبار، حبيت نحكي معاه باش نحكي له على الجو وعلى انه باش يطيح شويه. فهمت؟ نلقى الانسان يعني الريبونس نتاعو لبس عليه برشا ولنا بابو جون درجا. به هذا ليه معناها المدرب هذا؟ شنو شكون المدرب؟ ما عنديش فكره، انا ما دخلتش امور فنيه ولا ما حكيتوش مع شرف الدين في امور فنيه بكل. ما نحكيش. زبير بيا برامو قاعد يحكي معاه. نجم يكون كان هو اعلن اللي هو يحكي مع رئيسي. به رؤيتك شنو هما لي بوست اللي تولي يحتاج فيهم تدعيم اليوم؟ لي بوست عندك نتصور. اي رايك مش معناها؟ يعني مش تقليل من الناس اللي رأي فقط. عندك لي تو بيزوان دانا تاكون. و اكسنتري انت بوتيتر على الدروا بوتيتر. به امين اخر سؤال قبل ما نمشي معاك للبيك نتاعنا، في وقت ما وقعت وقع اتهامك بالارهاب والاتجار بالبشر. اخويا انا ما اليوم بركه. اليوم بركه شنو؟ اخويا نعتذر من الناس الكل بهيش. اي اتهامي بالبشر، اي تجاره البشر، نتاجر في البشر. فسر لي، قلت لي اليوم كنت تقول حاجه وبطل. ما نحبش ندخل فيه سوجي بالحق. والله جي فيت خاطر علاش توا في وقت اللي ساعات الانسان راهو كي يطيح هو في قال يطيح، مش يطيح من روحه يعني تقليل في شخصه، بالعكس يطيح من روحه، راهو يحاول انه يكون عنده يعني موقع اجتماعي، يحاول انه راهو ذاك يرقيه، ونحب نرتقي على التصرفات الصبيانيه هذه. وحتى كان در مني اي حاجه اخويا نعتذر وسامحوني.